هذا كل من كانوا على الطريق المستقيم أهل الهدى هنا قل إن هدى الله هو الهدى، هم أهل الاستقامة والديانة والسنة والجماعة، هذول هم الذين. وهذا من عادة العلماء أنهم لا ينسون طلبة العلم وأهل الدين من إيش؟ من الدعاء، وتكاد تجد هذا مضطردا في كل مؤلفاته، حتى فيها اللطف اعلم رحمك الله وغفر لك، وهكذا تجد في كل مصنفاتهم. ولذلك كما مر معنا في تحفة الأطفال يقول راجل رحمه الله غفور دم سليمان هو الحمد لله مصنع على آله وصحبه من تلا، الحمد لله مصنع على آله وصحبه ومن تلا، من تلا كل من يتلو القرآن تفيد العموم، هكذا هم السلف رحمهم الله يدعون لكل الأمة. نعم.